السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نعم، هنتكلم عن نوع تاني من الشالو فاونديشن. اتكلمنا قبل كده عن الايزوليتد والكومبايند. النهاردة معانا الاستراب بيم. هنشوف الاستراب بيم دي اصلا بتتعمل فين ايه استخدامها وايه الهدف منها وازاي الديزاين بتاعها. طيب دلوقتي الاستراب بيم. الاستراب بيم دي بتتعمل لما يكون في عندك قاعدة جار. قاعدة الجار دي انت ايه مضطر ان انت تعمل العمود في اخر منطقة في الارض بتاعتك. ليه؟ لان انت لو خليته في النص انت دلوقتي هتخليه في الطرف خالص. طيب ليه هتخليه في الطرف خالص؟ عشان لو خليته في النص كده هو هيطلع لك مثلا في نص الاوضه، او مش في نص الاوضه، او على الاقل هيبقى فيه ايه جزء من الاوضه مش هتعرف تستخدمه في المبنى. طيب ده ما ينفعش. فطبعا في اي مبنى، اي منشأ سكني او اداري او اي حاجه، بنضطر ايه نخلي العمود نخليه على الطرف على الاخر. فكده ده طبعا مش في نص القعده، فكده هيعمل مومنت، كده القعده دي عايزه تتقلب لان اللود جاي عليها من على الطرف. طيب هتبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تمسك المومنت دي بستراب بي. طيب دلوقتي الاستراب بيم دي هنبتدي نشوف الديزاين بتاعها عامل ازاي. اولا بس يعني خطوات هتلاقيها كتيره وكده، وهتلاقي السلايدز 43 سلايد هتتخض منها. لا مفيش الكلام ده خالص، اللي يعني الموضوع ان شاء الله بسيط، وان شاء الله يعني حاجات قلنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير. طيب هنشوف دلوقتي اول حاجه المفروض بنعملها. دلوقتي بتجيب الريزلتنت زي اي مره لما كنا بنجيب الريزلتنت. الريزلتنت بيبقى عباره عن ايه؟ مجموع الفورسز اللي على كولوم 1 بلس الفورسز اللي على كولوم 2. طيب البي توتال بقى اللي هو لما تيجي تحسب الاستريس والشغل ده بيكون 1.1 مضروبه في ايه؟ في الريزلتنت بتاعك ده، كده البي توتال. طيب تعالى نشوف خطوات بقى، خطوه خطوه. بس اللي مش عارف الماوس بيلعب ليه اهو. دلوقتي انت اول خطوه كنت بتجيبها ايه قبل كده في الكومبايند؟ حتى كنا بنجيب الريزلتنت. بعد ما جبنا الريزلتنت بنشوف الريزلتنت ده واقع فين عشان خاطر نخليه في النص. نعمل القاعده بتاعتنا نخلي الريزلتنت بيها في النص عشان ما يحصلش مومنت اضافي، يعني كفايه المومنت اللي موجود ده، وهنلغيه بالاستراب ان شاء الله. الاستراب في ايه؟ تقاوم المومنت اللي عندنا ده. عشان نجيب ال مكان الريزلتنت بقى بنعمل ايه؟ بنقف عند النقطة او وبالتالي تجيب المومنت. تجيب المومنت ازاي؟ ان انت بتقول البي سي 1 في مسافتها اللي هي نص اي 1 بلس بي بلس بي سي 2 في المسافة بتاعتها اللي هي ال بلس نص اي، وتساويهم بايه؟ تساويهم بالريزلتنت مضروب في المسافة بتاعته اللي هي اسمها واي. طبعا انت معاك ال ال ومعاك ال اي 1 ومعاك الاحمال ومعاك كل حاجة، ناقص لك الواي، هتعرف تجيبها بكل سهولة، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده. طيب دلوقتي بيقول لك هنا في السلايد دي ان انت يعني لازم بتخلي بتاسيوم اللينس بتاع ال بي سي 1 لل بي سي 2 بحيث ايه يبقى الريزلتنت موجود في النص. وبيقول لك كمان انت خد بالك ان ايه التي بي سي تكون اكثر من 25 سم. الكلام ده طبعا قلناه كتير قبل كده. ماشي. دلوقتي الماوس ما عمال يقلب كده لوحده. ماشي. دلوقتي نشوف بعد ما جبنا مكان الريزلتنت وقلنا خلاص هنعمل ابعاد، هنفترض الابعاد بتاعت ال ال بي سي 1 وال ال بي سي 2 بحيث يكون الريزلتنت في النص. دلوقتي تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تجيب بقى الرياكشن بتاع التربه. الرياكشن بتاع التربه تحت القاعده الاولانيه، الرياكشن بتاع التربه تحت القاعده الثانيه. طب الكلام ده تعمله ازاي؟ مومنت برضه. تاخد مومنت عند نقطة 2 زي ما هو كاتب كده، تاخد مومنت عند نقطة 2 تعرف تجيب ال R1 بكام. عادي المسافات R1 تضربها في مسافتها بماينس بقى، لأن بي سي 1 في عكس الاتجاه، ماينس بي سي 1 في 1.1 في ال L هت ايه بيساوي 0. تطلع ايه؟ تطلع منها قيمة R1. طلعت قيمة R1 ده رد الفعل تربة تحت قاعدة 1 اهو، هو هنا كده طلعه. طيب بعد ما بتطلع رد فعل التربه تبتدي تجيب الاريا بتاعه الاساس بتاعك.
الاريا بتاعت الفودنج بتاعك دي هتكون بتساوي ايه؟ هتكون بتساوي الريزلتنت على الكيو الاوبل. كده تبقى انت جبت مين؟ جبت الاريا. طب الاريا عباره عن ايه؟ عن بي بي سي في ال بي سي. اتفقنا ان ال بي سي ده انت هتفرضه، هتفرضه، فانت ايه تعرف تجيب البي بي سي. طيب تمام، كويس قوي الكلام ده. وبيقول لك مفيش مشكله لو طلع البي اكبر من ال، تمام، لان انت هتكون بتفرض ال، بس في حاجات حكماك هنقولها ان شاء الله في المساله، فكده ممكن البي تطلع اكبر، مفيش مشكله خالص. طب انت دلوقتي عايز تجيب الار اللي فين؟ R2 اللي هو رد فعل التربه تحت الاساس التام. طب ده هتجيبه ازاي؟ بنفتكر زمان ايام ما كنا بنحل اي بيم، كنت بتقول سيجما الواي بيساوي زيرو، وانت معاك كل الرياكشن اللي في اتجاه واي ما عدا واحد، خلاص هتعرف تجيب الرياكشن التاني اللي ناقص. يعني انت معاك الاحمال اللي نازله كلها، ومعاك حتى رياكشن بتاع السبورت الاولاني. طب السبورت التاني الرياكشن بتاعه كام؟ تعرف تجيبه من سيجما الواي بتساوي زيرو. جبته، طبق عليه نفس الكلام وتجيب الابعاد بتاعت القاعده العاديه بتاعت ايه؟ القاعده التانيه. مفيش مشكلة، احنا لغاية دلوقتي يعني كلام بسيط جدا. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ تبتدي تجيب ابعاد الاعداد المسلحة. تاخد بالك ان انت على طول بتطرح ايه؟ بتطرح من ابعاد الاعداد العادية 2 اكس، بس خد بالك ان انت في مرة طرحت اكس واحدة. طب ليه الكلام ده؟ نطلع ونبص كده اهو. هنا مفيش طرطفة منين؟ مفيش طرطفة من على الشمال، لان انت عند الجار، مش هينفع تعمل طرطفة من عند الجار. طيب تمام، كويس اوي. ناخد بالنا بس ان هنا في غلطة، هي هنا ال بي سي، طبعا مفهوم يعني الناس مركزة وعارفة الكلام اللي بيتقال. فال بي سي 1 بتطرح منها 2 اكس، ماشي، وال ال قصدي معلش ال بي سي 1 بتطرح منها اكس واحدة، اقصد بقى بي سي 1 بتطرح منها 2 اكس، او اللي هي ايه الاكس دي بترمز للتي بي سي يعني. تمام. دلوقتي الكالكوليشن بقى، بعد كده نبتدي بقى اللي هي الالتيميت لودز نعرفها عشان خاطر نحسب ايه، نشوف بقى هنعمل الدبس بتاع القاعده المسلحه هتكون كام، والتسليح بتاعنا هيكون كام، والحاجات دي كلها. طيب هنجيب بقى الالتيميت لودز دي ازاي؟ اهو 1 و4 في الديد لود. الديد لود اللي هو ايه بقى عندك؟ اللي هو وزن العمود بس، طبعا وزن العمود بس، تاخد بالك مش العمود بس بقى، العمود ونص الاستراب، نص وزن الاستراب. طب وزن الاستراب ده هتجيبه ازاي؟ عادي زي اي كاميرا، بتجيب البي بتاع الاستراب ده انت بتفترضه، بس بتفترضه ليه فرض معين. يعني لازم تاخد بالك ان عرض الاستراب لازم يكون اكبر من ايه؟ من اكبر عمود، او على الاقل قده. يعني يا اما عرض الاستراب بيكون اكبر او بيساوي العرض الكبير من الاعمده، اتفقنا؟ ماشي. والتي ستراب، التي ستراب دي سمك الاستراب برضه بتفرضها مثلا 1.3 في الحدود دي في الاول، تفترضها عشان خاطر تجيب الوزن. بعد ما بتفترضها وتجيب الوزن، بعد كده هتعرف تحسبها ازاي، بس انت في الاول بتكون محتاج الوزن. في اللينس، اللينس ده مفيش مشكله، ده فيه ده كده كده بيكون مدولك، اللي هو المسافه ما بين العمودين مضروبه في الجاما كونكريت. ده كده وزن الاستراب. تقسمه على الاثنين ليه؟ لان انت القاعده الاولانيه شايله نص وزن الاستراب، والقاعده الثانيه شايله نص وزن الاستراب. طبعا الديد لود تضربه في 1 و4، اللايف لود تضربه في 1 و6. ماشي. هو الماوس بس مش عارف النهارده عمال بيلعب ليه كده. كده احنا في السلايد اللي احنا كنا فيها، ماشي. دلوقتي بنجيب ار الار الالتيميت بقى، هتجيبها ازاي؟ مومنت، هو اللي هنا عامله، هو عامل مومنت برضو، واخد دي المعادله بتاعت المومنت. ابتدى واقف عند نقطه 2 وعمل جاب المومنت، جاب منها الايه؟ الار يو 1. طب الار يو 2 بيجيبها ازاي؟ برضو سيجما الواي، يعرف منها يجيب ار يو 2 عادي، مفيش اي مشكله. بعد كده دلوقتي هتجيب الاف دي او الرمز الغريب ده، ده الاسترس، تمام. احنا ده الاسترس بيكون عباره عن ايه؟ او مش استرس بقى، معلش، بنسميه بريجر، او بنسميه اللي هو لود برميتر. يعني ايه الريزلتنت ده؟ سيحناه لكل متر عشان خاطر نبتدي نحسب
الايه المومنت والشير ون ايه ونجيب التسليح الاستراب بتاعنا. ماشي، جبنا ال اف يو ان 1 ده وال اف يو ان 2، دول ايه اللودز بس مساحينها لكل متر عشان نبتدي نرسم المومنت والشير. ده الشير مش هتكلم فيه اصلا لان هو ايه ما فيهوش اي حاجه صعبه، بس هقول بس كلمه واحده ناخد بالنا ان الكريتيكال شير بيكون فين في حاله الاستراب. الكريتيكال شير مش بيكون على وش العمود، الكريتيكال شير لما تيجي تصمم شير للاستراب بيكون فين في الجزء اللي ما فيهوش اللي ما فيهوش ايه اللي ما فيهوش اساس. يعني اهو انا هشاور بالقلم الجزء ده من اول هنا لغايه هنا، نشوف قيمه الشير بكام ودي اللي يصمم عليها، لان دي كريتيكال بتاعنا. ليه؟ لان الدبس اللي بيقاومها هو دبس الاستراب بس، انما هناك الاستراب مع الفوتينج بيبقى ايه صعب ان يحصل شرخ نتيجه شير هناك. اتفقنا؟ اتفقنا. يعني كريتيكال شير بتاعنا ما بين القاعدتين، والكلام ده مكتوب في الكتاب لو حد هيبص في الكتاب صفحه 200 فوليوم 3 صفحه 385 هيكون مكتوبه في الجمله دي. ماشي، اللهم هنحل نفس الاكزامبل باذن الله بتاع الكتاب دلوقتي هنحله. ماشي، دلوقتي الكريتيكال مومنت بتكون طبعا اللي هي الماكسيمم نيجاتيف مومنت، وزي ما اتفقنا برضو في البوزيتيف بنطلع على وش العمود ونجيب ايه المومنت على وش العمود، وساعتها بتكون دي هي الكريتيكال. ماشي، بعد كده بنجيب بعد ما جبت طبعا المومنت تبتدي تقدر دلوقتي تحسب دبس يقاوم معاك المومنت ده. طب الدبس ده تجيبه ازاي؟ بتفرض السي من 3.5 ل 5، غالبا بناخدها 5، والمومنت معاك اهي، ما احنا اتفقنا انت رسمت المومنت، والاف سيو معاك، والبي بتكون انت فارضها، عرض الايه؟ عرض الاستراب بتاعتك استراب بي. طيب تمام، جبت الدبس، الدبس تقدر تزود عليه من 50 ل 70 مللي كفر، وبعد كده خلاص انت كده حددت الدايمنشنز بتاعه الاستراب بيم بتاعتك. تبتدي بقى تحسب لها ايه ديزاين ستراب بيم فور شير. ادي الشير اهو بتاعك، اهو حتى على فكره حتى مكتوبه هنا اهو ماكسيمم شير توك بليس ات ذا ستراب بيم فري سبان، يعني في الفري سبان بتاع الاستراب بيم. تمام، عشان المعلومه دي انا كنت فاكرها ناقصه في السلايدز، لا هي كامله هي حتى مكتوبه هنا اهو. ماشي ماشي، يعني بنشوف الفري سبان للاستراب بي. تمام، دلوقتي هنبتدي نصمم الايه المومنت برضو. يعني ده هنا كان بيقول لك الماكسيمم شير فين، وادي هنا بيقول لك الماكسيمم مومنت فين. طبعا ماكسيمم مومنت اللي هي المومنت الموجوده عندك فوق دي اللي هي نيجاتيف مومنت، دي بتصمم عليها على طول لان دي كريتيكال، والمومنت التانية اللي بتبقى على وش العمود تحت دول اللي بتصمم عليهم. ماشي، ديزاين اوف ستراب بيم فوتنجز. دلوقتي انت عندك عرفت الكريتيكال فين، والكريتيكال شير في الاتجاه التاني بيكون فين؟ كريتيكال شير في الاتجاه اللي هو كريتيكال شير فور في الاتجاه اللي هو بتاع الترانسفيرس، استنى بس، بيكون على بعد دي على الاثنين من الناحيه الثانيه، دي على الاثنين من الناحيه دي، والكريتيكال مومنت بيكون على وش الاستراب. اتفقنا؟ وده شكل التسليح بتاع الاستراب، شكل التسليح ده ثابت، القيم هي اللي بتختلف. طبعا بيكون المين ستيل عندك فوق لان النيجاتيف هو اللي بيبقى ماكسيموم. تمام ماشي، وده شكل التسليح بتاع القواعد. طبعا القواعد هتصممها عادي خالص، بتصممها عادي يعني مفيش بانشنج، طبعا مفيش تشيك بانشنج ولا فيها اي بانشنج، هي بيكون فيها بتعمل لها ديزاين للمومنت وبتشوف الشير بتاعها، انما ما بيكونش فيها اي بانشنج لان ايه الاستراب دي هتمنع حدوث اي بانشنج يعني. تمام ماشي، دلوقتي سلايد 18 فيها اكزامبل 5 هنبتدي نحله. الاكزامبل ده موجود في ايه في كتاب دكتور مشهور غنيم، مفيش غير الاكزامبل ده على الاستراب بي. ادي الاكزامبل مديهولك بيقول لك ايه اعمل ديزاين للاستراب بيم، ومديك الالاوبل سويل بريشر اللي هو البيرنج كاباسيتي يعني، ومديك الاف سي يو والاف فيلد، ومديك طبعا الرسمه دي. ماشي، مديك المسافه بين العمودين، مديك سمك كل عمود، مديك البي ديد لود واللايف لود على كل عمود، مفيش مشكله. نبتدي نشوف خطوات الحل.
يعني احنا كنا اتكلمنا فيها نظري، يلا بقى نتكلم فيها ايه بقى ارقام. يلا اول حاجه كنا بنقولها بنجيب الريزلتنت ونعرف مكانه فين، مفيش مشكله عملنا كده. الريزلتنت جبناه اللي هو مجموع الفورسز، الريزلتنت اهو مجموع الفورسز. طيب مكانه فين جبناه ازاي؟ جبناه باللي هو معادله كاننا بناخد مومنت، فايه ف3.43 ده بعد الايه الريزلتنت عن البروبيرتي لاين اللي هو الخط بتاع الجار ده. طيب تمام. طب دلوقتي عشان خاطر الريزلتنت ده يبقى في النص، بعد ان هو على بعد 3.43 من الطرف الشمال، يبقى معناها لازم يكون فيه 3.43 من الطرف اليمين، فده اللي حصل. عملنا كده وخلينا 3.43 من هنا و3.43 من هنا. طيب دلوقتي انت هتجيب اللينس، انا دلوقتي هجيب ابتدي استخدم القلم. دلوقتي انت عايز تعرف طول الايه، الطول اللي انا شاورت عليه ده اللي هو طول القعده ده، ده بتجيبه ازاي؟ مفيش مشكله خالص، تقدر تقول 6 بوينت 6 بوينت 8 5 تطرح منها كام؟ 4.9 اللي هي المسافه دي. طب تطرح منها كام كمان؟ تطرح منها 0.25 اللي هي فين؟ اللي هي المسافه دي. طب كويس قوي الكلام ده، كده انت جبت ايه؟ جبت طول نص القعده، ما هو ده نص القعده، لو ضربته في 2 ايه اللي يحصل؟ جبت طول القعده بالكامل. طبعا بعد الكلام ده ان شاء الله يعني ما يكونش في حاجه صعبه ان شاء الله. تمام. طيب البعد بتاع القعده التانيه بقى اللي هو ده، القعده اللي هي فوتنج 1 دي اف 1 دي بقى بيكون كام؟ دايما بتفرضه حدود ايه؟ حدود 4 في الايه، في البعد بتاع العمود. البعد بتاع العمود عندك هنا كان نص متر، فنص متر لما تضربه في 4 هيطلع لك 2، هو خد 2 متر 20. هتقول له لا لا امشي وراه خلاص، المهم انت على العموم تبقى عارف ان هي في حدود ايه، ابروكسيميتلي 4 تايمز ذا كولوم سيكنس. اتفقنا؟ ماشي. الماوس برضو مش مظبوط. ماشي نطلع فوق. دلوقتي هنا بنجيب رد فعل التربة بالنسبة للقاعدة الأولانية والقاعدة التانية، بتجيب الرد فعل التربة يعني كام كيلو نيوتن. طب هتجيبه ازاي؟ بتاخد ايه؟ تاخد مومنت قلنا تحت عند نقطة 2 دي اللي هو تحت القاعدة دي، تجيب مومنت عادي معاك كل حاجة، ما هي ال R1 بس اللي مش معاك، طبعا معاك مسافتها، تقدر تجيب مومنت عادي تجيب R1. تمام ماشي. بعد ما نجيب R1 هتبتدي تجيب سيجما، من سيجما للواي تعرف تجيب R2. طيب دلوقتي انت عايز تحدد ابعاد القاعدة بتاعتك، يعني انت جبت ال L مش هتجيب ال B؟ لا هتجيب ال B. هتجيب ال B ازاي؟ بان انت تجيب R1 الرياكشن اللي انت جبته تقسمه على مين؟ تقسمه على ال Q allowable بتاعتك اللي هي كام؟ اللي هي 15. هي كانت ب 15، Q allowable كانت ب 150 كيلو نيوتن، هو هنا حاططها 15، يبقى اكيد ال R معوض عنها بايه. المهم يعني هو مش عارف هنا فيها غلطة ولا فيها ايه. على العموم تجيب من هنا الاريا بي سي، تعرف من الاريا بي سي تقسمها على ال اللي انت افترضته وتعرف تجيب البي بي سي. تمام. بعد ما تجيب البي بي سي تقدر تعمل ايه؟ خلاص كده انت كده جبت الابعاد بتاعت القاعدة العادية بتاعتك، بس ما جبتش السكنس. السكنس طبعا بتفترضه، هنشوف دلوقتي هتفترضه بكام. دلوقتي البي توتال، انت عارف البي توتال، تقدر تجيب البي توتال اللي هي البي توتال الواحد بوينت واحد في البي سي 1 بلس البي سي 2، معاك البي توتال تطرح منها الار 1 تعرف تجيب الار 2. جبت الار 2، الار 2 دي تقدر تجيب منها الاريا بسهوله، تعمل نفس اللي عمل فوق، الار 2 تقسمها على 150، او هنا كاتبها صح كاتبها 150 وفوق كاتبها 15، دي اكيد غلطه. فالرقم ده الار 2 تقسمها على ال 150 يطلع لك مين؟ يطلع لك الاريا بتاعه القاعده الثانيه. طيب بعد ما جبت الاريا بتاعه القاعده الثانيه تقدر تقسمها على ال الطول اللي انت مفترضه، تجيب مين؟ تجيب البي.
ب 2.6 زي ما انت شايف، او 2.47، وراح مقربها لايه؟ ل 2.6. ماشي. دلوقتي تقدر بعد ما انت ما جبت الابعاد القاعده العاديه تقدر تفترض السكنس بتاعها، هو افترضه ب 40، وبعد كده تعرف تجيب مين ابعاد القاعده الخرسانيه. تمام. ابعاد القاعده الخرسانيه زي ما انت شايف هتكون بتطرح في مره تي بي سي مره واحده، لان هي ايه، من على الطرف، وبعد كده الباقيين هتبقى ايه، بتطرح مرتين، 2 تي بي سي. يطلع لك الابعاد اللي انت شايفها دي 1.8 و2 و2.55 و1.8. ماشي. دلوقتي زي ما اتفقنا ان احنا هنجيب الاوزان بقى الالتيميت عشان خاطر نشتغل ونشوف المومنت بتاعتنا والشير، ونبتدي نسلح الاستراب بيم. طيب اولا عشان خاطر تجيب الويتس، نجيب الويت بتاع الاستراب بيم بتاعتنا. طيب الويت بتاع الاستراب بيم، انت بتفترض عرض الاستراب بيم بس زي ما اتفقنا يكون قد او اكبر من اكبر سمك عمود. ف اتفقنا ان البي بتاعتنا هتكون ب 0.4، ضربت الجاما اللي هي 25 في 0.4 في 1.3 اللي هو سقوط الكاميرا، احنا افترضناه ب 1.3 دلوقتي، وكده اضربه في ال L اللي هي المسافة ما بين العمودين اللي هي 4.9، هيطلع لك 63 كيلو نيوتن. طبعا زي برضو ما قلنا ان احنا 63 دي نصها بيشيلها الفوتنج الاولانية، والنص التاني بيشيله ايه، الفوتنج التاني. فكده بتجمع 380، ده الديد لود بتاع القاعدة الأولانية، بتجمع اللي هي 63 على الاتنين، ده كده الديد لود بتاع كولوم 1. طب كولوم 2، 820 بلس 63 على الاتنين 861.5. ماشي. عايز بقى تجيب الالتيميت، تضرب في 1 و4 وتضرب في 1 و6، طلع الحاجات بتاعتك التيميت. غالبا هنا في لعب في الوحدات او في لخبطه في الوحدات، لان هو كنا شغالين كيلو نيوتن، بعد كده اتكلم قال طن، في حاجات، في حاجه مش مظبوطه يعني. تمام. فعلى العموم يعني كان لو حاجه وحدات نبقى ناخد بالنا منها، انما كارقام وكده وكخطوات مساله الدنيا ماشيه كويس خالص. ماشي. دلوقتي الريزلتنت عايز تجيبه، هتجيبه برضو بالايه، هو غالبا هنا جابه مومنت، جابه طريقه المومنت، جابه جاب الريزلت، جاب قصدي اللي هو ال اقصد اسمه ايه، الرياكشن بتاع فوتينج 1 ار يو 1، وار يو 2 جابها بسيجما الايه، سيجما الواي، سيجما الفورسز اللي في الواي، يعرف يجيب ايه، يعرف يجيب الار يو 2. طيب بعد ما بتجيب الار يو بتقسمها على اللينس عشان خاطر تعمل ايه، زي ما اتفقنا احنا قلنا الكلام ده كله على فكره قلناه نظري، دلوقتي بنطبق عليه اهو، بنجيب مومنت وبنحل. فبتقسم ال ار يو ده تقسمه على اللينس عشان خاطر يبقى ايه، حمل موزع على الطول ده، وتبتدي ترسم منه المومنت. هو الاول بنرسم الشير مش المومنت، الشير اهو زي ما احنا شايفين عشان خاطر يعرف بس النقطه اللي عندها زيرو شير، وشير زي ما احنا شايفين ده رسمته بسيطه جدا اتكلمنا فيها، تطلع مع الطالع وتنزل مع النازل من ايه، من الشمال، تمشي من الشمال وتبتدي تشوف مين اللي طالع وتطلع معاه، وتنزل مع اي حاجه، اي فرصه بتنزلك تنزل معاه. بس كريتيكال شير طبعا زي ما اتفقنا هيكون ايه، اللي هو الحته اللي ما بين، الحته اللي ما بين ال 240 دي اللي هي تكون كام، 162.7. وعرفنا فين الزيرو شير عشان خاطر منها نرسم اقصى قيمه مومنت، المومنت دي طبعا بتقف في اي نقطه، تجيب الفورس وتضربها في ايه، في مسافتها، هتعرف ترسم الشكل ده بكل سهوله، ما فيهوش اي مشكله. فعرفنا نجيب الماكسيمم مومنت، ودي اللي هنصمم عليها. اه بيقول لك استيميتنج ديبس اوف ستراب بي. طب استيميتنج ازاي؟ طب ما انا اصلا كنت قايل ان هو 1.3، لا ده كان حاجه كده بس تجيب منها اللود، انما هتتكلم بقى بجد، لا شوف المومنت وابتدي ايه، اعمل استيميتنج لللود بتاعك، ايه اعمل استيميتنج قصدي للديبس بتاعك. طيب الدي بتساوي سي روت ام يو مضروبه في 10 باور 6 على الاف سي يو في البي. طب البي بتاعتك بكام؟ انت كنت مفترضها ب 400، قلنا ايه، لازم تكون اكبر من اكبر عمود. ماشي. الجاما الاف سي يو ب 25، الام يو معاك، تقدر تجيب الدبس زي ما انت شايف ب 1188، اجمع عليه 70 الكفر بتاعك بقى كام، 1258. خلاص مشي السكنس بتاع، مشي الدي اللي هو السكنس بتاعك 1300.
ما فيش مشكلة يعني، انت ايه زودت شوية، وده طبعا ايه يبقى حاجة كويسة عشان خاطر يعني حتى يبقى ايه يسيف معاك شير ويقلل في تسليح المومنت وكده. ماشي، دلوقتي ديزاين ايه، ديزاين اوف ستراب بيم فور شير. هنبتدي بقى نعمل ديزاين للشير. بيم عادية خالص ايام كونكريت وان، لو تفتكر كونكريت وان كنت بتعمل ايه، بتجيب الشير بتاعك الشير فورس تقسمها على القطاع، ابعاد القطاع بتاعتك اللي هي ايه البي في الدي. طيب البي بتاعتك ب 400، الدي 1230، ما تنساش الفورس اضربها في 10 بار 3. جبت الايه، جبت الاستريس اللي بيعمل لك شير، اللي هو الاستريس ده الشير ستريس بيكون 0.33 نيوتن على المليمتر سكوير. بعد كده بتجيب الالاوبل بتاع الكاميرا. ناخد بالنا، قلت الكاميرا ما قلتش ايه، ما قلتش سلاب ولا قلت فاونديشن، فكاميرا اللي هو الاستراب بيم دي يبقى الالاول بتاعها 0.24 روت الاف سي يو على 1.5. طلعت الالاول طلع لك ايه، طلع لك اكتر من الاكشوال بمراحل. فانت كده ممكن تقول لي دي كمان ايه، دي ان ايكونوميك. لا بس انا ممكن اقول لك لا مش ان ايكونوميك، لان انت كده كده انت محتاجها في المومنت بالمنظر ده، المومنت اصلا بيطلع لك الدبس ده. تمام، فهي كده سيف شير. طيب سيف شير تحط لها ايه، تحط لها المينيمم ستيربس. طيب المينيمم ستيربس اللي هي كام، اللي هي تبتدي تحسب بالقانون بتاعك الاريا ستيل مينيمم المفروض تكون كام. طلعت لك المينيمم اريا اوف ستيل او المينيمم اريا اوف ستيربس يعني بكام، ب 133.3. طيب انت هتستخدم 5 فاي 8، ال 5 فاي 8 دي هتغطي لك طبعا، هتكون اكتر من المينيمم. بس تاخد بالك ان هما 4 فروع. ليه 4 فروع؟ لان عرض البيم بتاعتك 400. 400 ده اكتر من كام، اكتر من 300. قلنا 300 وانت طالع بتستخدم الكهنة 4 فروع، اقل من 300 تستخدمها فرعين بس. تمام، اتفقنا على الكلام ده؟ ماشي، ناخد بالنا. ماشي، دلوقتي بقى نبتدي نعمل ايه ديزاين. طيب المومنت، المومنت كنا بنعمل ايه، انت عندك الماكسيمم مومنت اللي هي كام، اللي هي 564.6، وعندك الدبس طبعا 1300 1230، وعندك البي اللي انت مفترضها ب 400. تبتدي تقول ايه، تقول الاريا، الاريا ستيل بتاعه طبعا التوب دي لان هي ايه نيجاتيف مومنت. ماشي، الام يو في 10 باور 6 على الاف ييلد في الجي في الدي. طالما انت مختار السي ب 5 يبقى الجي بكام، 0.825 2.6 قصدي. طلع الايه، طلع الاريا ستيل بتاعتك، وما تنساش تعمل عليها تشيك الاريا ستيل مينيمم. وادي القوانين بتاعت الاريا ستيل مينيمم، مفيش اي مشكله في الكلام ده. تشوف طبعا هي اقل من المينيمم تاخد المينيمم، اكتر من المينيمم زي ما هو حصل عندنا لا خلاص استخدم الاريا ستيل اللي طلع. ماشي، سيكشن 2 برضه تعمل فيه نفس الكلام ده، يعني ده الكلام ده احنا اتهرينا منه في الكونكريت وحتى في الفاونديشن قلنا منه كتير جدا. تعمل وتطبق في القوانين دي، تعرف طلعت اقل من المينيمم خلاص استخدم المينيمم. ماشي تمام، طبعا انت عارف السكشنين اللي انت خدتهم فين، النيجاتيف فين والبوزيتيف فين، عشان تعرف التسليح اللي طلعته ده تعرف تحطه فين على الرسم. ماشي، دلوقتي هنشوف بقى، تبتدي بقى تصمم مين، تصمم القواعد. انت كده صممت الايه، صممت الاستراب بيم بتاعتك، الاستراب بيم كده خلاص جاهزه تتنفذ، انما القواعد لسه ما ظبطتهاش. طيب تعمل ايه في القواعد، انت معاك الالتيميت لود، تاخد بالك بس ان هو في الطول اللونجيتودينال ده خلاص هتحط فيه تسليح مينيمم، لان اللي شايل المومنت هو الاستراب بيم. طيب في الاتجاه الترانسفيرس اللي هو اتجاه البي، لا ساعتها بقى ده بيكون محتاج تسليح. طب التسليح بتاعه قد ايه، هنشوف دلوقتي، هتبتدي تعمله ديزاين. طب الديزاين بتاعه هيكون ايه، هيكون الار يو اللي هو الار يو 1 اللي هو الايه ال اسمها ايه، بنسى الرياكشن يعني بتاع التربه، التيميت تقسمه على ايه، تقسمه على الاريا. كده انت جبت الاستريس، جبت الاستريس عوض في القانون اللي قلت لك قبل كده وقلت لك اثبتناه منين. لو انت مش عايز تعرف اثبتناه ولا عايز تعرف اي حاجه، مجرد ما بتدوس بتقول الاستريس، تضرب الاستريس ده في البي ناقص البي ستراب. تاخد بالك من هنا من النقطه دي، بي ستراب، لان انت عايز تطلع على وش مين، على وش الاستراب.
لان الاستراب عندك، لان الكريتيكال سيكشن بتاعك على وش الكريتيكال، كريتيكال سيكشن بتاعك على وش الاستراب مش على وش الكولب. تمام. فهتقول الاستريس مضروب في البي ناقص البي ستراب باور 2 على 8. كده انت جبت مومنت في كريتيكال سيكشن، جبت المومنت بتاعك في كريتيكال سيكشن. تقدر تعمل ايه ساعتها؟ تقدر تقول ان الدبس بيساوي 5 روت المومنت في 10 باور 6 طبعا على 25 في 1000. هنا دي 1000 مش 2000، دي 1000 مش 2000. طالما انت استخدمت القانون اللي فوق ده يبقى انت عندك الشريحة عرضها 1000. دلوقتي انا اتأكدت والموضوع هنا دي 1000 مش 2000. لا، طالما استخدمت انت القانون ده معناه انت معوض ان انت واخد شريحة 1000 ملي مش 2000 طبعا خالص. فانت حتى لو حد مثلا فتح كتاب دكتور مشهور غنيم على المسألة دي هيلاقي كلام من اللي انا بقوله ده مظبوط. حتى هو هنا حتى يعني نط بالدبس نطة غير منطقية خالص، يعني هو طلع لك الدبس ب 2 ب 200 33 ونص، انت توصله ل 430؟ لا، يعني زوده تزويده غير منطقيه. وكل الحكايه ان هو يعني حسب هنا الدبس، حسب هنا حط الشريحه ب 2000 وهي المفروض 1000 ملي. تمام، اتفقنا بقى. دي هنا في غلطه وناخد بالنا منها، ولا مش م... اللي يعني اللي مش متاكد من الكلام ممكن يفتح كتاب دكتور مشهور غنيم يتاكد من الكلام اللي بقوله. تمام. طيب دلوقتي ندخل على الديزاين بقى بتاع الشير. طب الشير بتاع القاعده، القاعده ممكن يحصل لها شير على بعد قد ايه؟ على بعد دي على الاثنين من ايه، من وش الاستراب. تروح على بعد دي على الاثنين من وش الاستراب، تبدا تعمل ايه، تجيب الاريا بقى اللي حصل لها شير دي، الاريا دي تقوم ضاربها في ايه. هو هنا كان بيجيب الاكسات دي اللي هو البعد اللي انت شايفه ده اللي هو 0.585 و0.485. كده انت جايب الايه، الاريا اللي حصل لها عليها الشير، تضربها في الاستريس يبقى انت جبت الايه، الشير فورس. اهو ضرب الاستريس. خد بالك بس هنا مكتوبه اكس 2، لا هي اكس 1، هو معوض بالارقام صح، انما كرمز كتبها اكس 2، لا هي اكس 1 المفروض. ماشي، يبقى تضرب الاريا في الاستريس جبت الشير فورس. الشير فورس دي تقسمها على الكروس سيكشن اللي هيحصل له، اللي هيحصل له فيلير، كروس سيكشن هيقاوم اصلا اللي هو عباره عن ايه؟ بي ار سي 1 مضروبه في الدبس. كده انت جبت مين؟ جبت الشير ستريس. تقدر تقارن الشير ستريس ده، هتقارنه بمين؟ بالالاوبل شير ستريس. بس تاخد بالك بقى هنا الالاوبل ايه؟ 0.16. ليه؟ عشان خاطر دي فوتنج، ده مش ايه، مش بيم. البيم هي اللي 0.24. نكمل كلام. عمل نفس الكلام في بيم، قصدي عمل نفس الكلام في الفوتنج الثاني ولقى ان هي برضه سيم. بعد كده هنا جه جاب المومنت، عمل حب يعمل ديزاين للمومنت في ايه، في القاعده الثانيه. راح فين؟ راح على برضه جاب الاستريس، شاف الاستريس حسبه ازاي، جاب الار يو 2 قسمه على الاريا. بعد ما قسمه على الاريا عمل ايه؟ جاب كده الاستريس، الاستريس ده ضربه في بي ناقص بي باور 2 على 8. جاب منها ايه؟ جاب منها المومنت. المومنت ده يقدر باستخدام السي بتساوي 5، باستخدام السي بتساوي 5، الجي يطلع لك ب 0.826. تعرف تجيب الاريا ستيل بتاعتك بكل بساطة، وطبعا تقارنها مع المينيموم، طلعت أكبر من المينيموم تمام زي الفل. تمام، نقدر دلوقتي نشوف شكل التسريح، والحمد لله كده أنت خلصت المسألة. طبعا تاخد بالك إن ما بيحصلش بانشنج لمين؟ للقاعدة اللي يكون فيها استراب. الاستراب هتقاوم لك البانشنج خلاص، مش هيحصل موضوع البانشنج ده طالما انت عامل الاستراب دي. زي ما انت شايف تفاصيل التسليح دي كده بالمنظر ده، دي تفصيل التسليح بين الاستراب بيم. تاخد بالك ان ما ينفعش توقف الحديد ده، لازم يبقى مكمل كده من الاول للاخر عشان خاطر فيه ايه ده، نيجاتيف مومنت، لازم ده كده يبقى كده.
ممكن ايه تقلله، اللي هو تقلله بس فين؟ القطع ما يحصلش في الحته دي، لان الحته دي فيها ايه؟ فيها نيجاتيف مومنت عالي. اقطع ممكن ايه تخف من الحته دي لان ما فيهاش اصلا نيجاتيف مومنت، وتحت هنا في بوزيتيف مومنت، يعني ده شايل البوزيتيف مومنت، تمام؟ او تعرفها كده كاستمبه ده كده تسليح للتراب. ننزل بقى ونشوف طبعا الكناتة ايه موجودة، 5 × 8 لكل متر. دلوقتي ننزل ونشوف التسليح بتاع الفوتنج. تسليح الفوتنج زي ما انت شايف اهو، ده التسليح، تفاصيل التسليح كاملة. ناخد بالنا طبعا انت تعرف تفهم كل الكلام ده، ناخد بالنا بس من نقطة معينة. دلوقتي انت الاستراب بتاعك ده سمكه قد ايه؟ ارتفاعه قد ايه؟ 1.3 متر. طيب في 0.5 ده ايه؟ ده السيكنس بتاع الرينفورسد كونكريت ايه؟ فوتنج. طيب الجزء اللي متبقي اللي فوقيه 0.8، 0.8 ده ارتفاع كبير لازم يتحط فيه شرينكج بار. الشرينكج بار دي تتحط على بعد كل 300 مللي. فايه؟ فالشرينكج بار هتحط شرينكج بار اللي هي 2 باي 12، كل 300 مللي تحط 2 باي 12. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا كل تفاصيل التسليح دي تقدر تفهمها لوحدك، دي حاجات بسيطة اتكلمنا فيها قبل كده وبعدين شفتها قبل كده كتير حاجات تانية. التسليح زي ما اتفقنا اهو، برضه اشاور على ده. التسليح ده بنحط فيه دايما يعني 5 باي 12 اللي هو ايه اقل تسليح عندنا، لان يعني المومنت اللي بيبقى في الاتجاه ده اللي بيبقى شايله مين؟ الاستراب. طيب في الاتجاه الثاني ده بقى التسليح بتاعنا الاساسي اللي هو 5 باي 16 هنا وهنا 5 باي 16. اتفقنا؟ اتفقنا. يا رب يكون التوتوريال مفيد والناس تستفيد من الكلام ده، واسف لو طولت في الفيديو. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.